احسن من نمرتك. يعني انتي اسهم 0375000. السايت بتاعي مفيش زيه. اكيد لان اي ام تقول احسن منه. تقدر تدخل على ادخل على الهوت ميل والياهو تشات والفيسبوك وكل ده من داخل www.imtool.com. لكن قول لي من السايت بتاعك تقدر تدخل على التوظيف؟ لا. تقدر تصمم اعلان وتعلن عنه داخل السايت بتاعك؟ لا. تقدر تشوف فيديوز على اليوتيوب؟ لا. تقدر تدخل على جوجل توك؟ انا اقدر اعمل كل ده من www.imtool.com. المؤرخ الكبير الأستاذ أحمد حمروش في صحبة الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى. أستاذ أحمد، الثورة حين بدأت أيضا الاشتباك. الإخوان المسلمين، حل الجماعة، حزب الوفد، صدام. كيف ترى صراع الثورة مع هاتين القوتين الكبيرتين، الإخوان والوفد؟ هو بالنسبة للإخوان طبعا أمر محسوم، لأنه بعد محاولة اغتيال كمال عبد الناصر اتخذ موقف من ال حضرتك ترى أن الإخوان حاولوا فعلا اغتيال رئيس عبد الناصر في المنشية؟ حاولوا فعلا، ده حصل حقيقي يعني. محمود عبد اللطيف وبتاع، أنا صد حاولوا الاغتيال، يعني ما فشلوا في الاغتيال. وعن محاولة الاغتيال، يعني مش الثورة اللي عملت ده عشان تم الشعبية رئيس عبد الناصر؟ عملت محاولة اغتيال عشان تعمل شعبية للرئيس. جمال عبد الناصر كان ناقص شعبية، يعني ده جمال عبد الناصر كان في الوقت ده كل الناس اللي يعني اللي عايشة في مصر وفي البلاد العربية مؤمنة بيه، كان بتسمعه في أول كل شهر لما يجي يخطب زي أم كلثوم في أول كل شهر. يعني الموقف بتاع ثورة يوليو كان موقف مثير للتخدير والاحترام، ما كانش موقف يتفحل اتخاذ الأساليب. وبالتالي الإخوان مسؤولون تماما عن حدث المنشية 54. طبعا طبعا. طب ليه فشلوا في الاغتيال من ناحية الفنية؟ يعني جماعة نجحت في اغتيال، ده ضرب فعلا وأصيب أحد المحامين اللي كانوا موجودين جنب جمال عبد الناصر. وأنا شفت جمال عبد الناصر في الصراحة اللي كانت في ستانلي بتاع اللي كان نازل فيها تاني يوم، كان في غاية الأسى لأنه تعرض لمثل هذا الحادث وهو في المتصور أن كل الناس وقفوا معاه. ما هو اللي أثار الجدل أستاذ أحمد، أو يعني أثار الشبهات شوية، أن الإخوان نجحوا في عمليات سابقة وفشلوا في أهم عملية بالنسبة لهم هي اختيار رئيس جمال عبد الناصر. لماذا نجحوا ولماذا فشلوا؟ لأنه الضرب الرصاص أطلق من الأرض لشرفة اللي كانت في ميدان المنشية، يعني ما كانش، كان عام محتاج لدقة أكتر. الحظ ربنا. ربنا. وأحد المحامين أصيب، السوداني، لكنهم فعلوا برأي حضرتك. طبعا طبعا. رئيس عبد الناصر هل انضم لجماعة الإخوان المسلمين؟ أيوة، قبل الثورة. كانت ظروف انضمام رئيس عبد الناصر إلى الإخوان؟ كان في الوقت ده بيبحث الضباط عن يعني تنظيم ينضم له عشان يقفوا ضد الجيش الملكي او قيادات الجيش الملكي، ويقفوا ضد الاستعمار البريطاني عشان يخرجوا من مصر. فكانوا متصورين انه الاخوان المسلمين هيلعبوا هذا الدور، لكن لما تشكل تنظيم الضباط الاحرار زي ما قلت لحضرتك، قرر جمال عبد الناصر، قررت اللجنه التنفيذيه انه الضباط الاحرار يضموا مختلف الوان الطيف السياسي إذا كانوا وطنيين واخدين موقف ضد الاستعمار. فما بقاش في حاجة اسمها إخوان مسلمين، إنما الإخوان المسلمين كانوا متصورين أنهم لازم يسيطروا على الثورة نتيجة انتماء جمال عبد الناصر وبعض الضباط الحرار ليهم قبل الثورة. طب رئيس عبد الناصر كيف دخل وكيف خرج؟ كيف دخل؟ زي أي واحد، وحال أقل من يمين كمان في الجهاد السياسي بتاعهم، لكن خرج لأن بإرادته. خرج امتى بقى؟ خرج قبل الثورة. يعني دخل وخرج قبل الثورة. تجربة قصيرة في الإخوان. تجربة قصيرة في الإخوان طبعا. لم يتأثر بفكر جماعة الإخوان في التجربة القصيرة دي؟
دي جماعه ايديولوجيا قويه. جمال عبد الناصر كان اميز ما فيه ان يستمع جيدا لكل ما يقال ويختار ما يقتنع به. يعني هي جوله تنظيمات، جوله اطلاع على القوى السياسيه والخريطه السياسيه. لا هو شاف انه المساله التي لا يجوز انها تكون قصر على الاخوان المسلمين، انما يجب ان تضم كل القوى السياسيه في مصر. هل انضم الرئيس عبد الناصر لقوى اخرى غير الاخوان المسلمين؟ لا، يعني فقط الاخوان ثم الضباط الاحرار. اي طب ما كانش في شويه حنين للجماعه اللي كان عضو فيها؟ لا، الصدام 54 ما كانش في اي حلول بعد المنشيه لاستيعاب الاخوان او التفاهم معهم. بالعكس، ما هم اتخذوا الموقف اللي ما عادش فيه اي سبيل للحوار ولا للقاء. يعني كنا تحاول اغتيال جمال عبد الناصر، يعني قطع الطريق. قطع الطريق حزب، وده ادى كمان نجيب عزل نجيب. يعني سناتي للرئيس نجيب، انما حزب الوفد، هل الرئيس عبد الناصر كان معادي لحزب الوفد او يكره حزب الوفد؟ جمال عبد الناصر لم يكن معاديا لحزب الوفد. انا اذكر قبل الثوره في يونيو 52 انه كان في اجتماع لجنه ضباط الاحرار في اسكندريه في بيتنا، وان جمال عبد الناصر كان يدافع دفاعا يعني قويا عن حكومه الوفد لما كان في سراج الدين وزير الداخليه، وكانوا بيساندوا الفدائيين. يعني كان وزير داخليه ومش بيحارب الفدائيين، ده كانوا بيساندوا الفدائيين اللي بيضربوا الانجليز. ده كان رؤيته للوفد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بعد نجاح الثوره اتصل بيا جمال عبد الناصر وطلب ان انا اجيب له من اسكندريه الاستاذ ابراهيم طلعت المحامي والاستاذ احمد ابو الفتح اللي كان رئيس تحرير مصر. كان هدف جمال عبد الناصر ان يشكل الحكومه من الطليعه الوفديه، من الشباب الوفدي، من الرؤيه الوفديه المتقدمه. واتغدينا في بيت الاستاذ احمد فؤاد، وخرج جمال عبد الناصر لمقابله فؤاد باشا سراج الدين، وراح قابله فعلا. يا رئيس عبد الناصر قابل فؤاد باشا سراج الدين؟ ايوه، وانا كاتبها في الكتاب بتاع شروط ثوره يوليو بلسان فؤاد باشا، وراح قابله واتفق معه على ان يلتقي بعد اسبوع لمواصلة الحوار. كانت وجهة نظر فؤاد باشا انه يعني مفيش داعي لتحديد الملكية، ما نخليها ضرائب تصاعدية. وجهة نظر، وكان رأي جمال عبد الناصر ان المسألة مش مسألة فلوس وبس، لا، دي مسألة تحرير الفلاح من العبودية او من الاقطاع. يعني في جولة حوار بين جمال عبد الناصر وفؤاد سراج الدين ناقش فيها تحديد الملكية أو ضرائب تصاعدية؟ نعم، كان فيه، وكان فيه موعد للقاء تاني. ففؤاد باشا سراج الدين قال لي ومكتوب إنه هو راجع في القطر، كان فيه مجلة اسمها آخر لحظة بتطلع ملحقة بآخر ساعة، لقى مكتوب فيها الخبر الآتي: التقى فؤاد باشا سراج الدين مع عدد من قيادات الثورة وصرح انه قد وضعهم في جيبه. ففؤاد باشا نفسه بيقول لي انا لما قريت الخبر كده قلت لا يمكن جمال عبد الناصر هيقابلنا، هيقابلني يعني. وتبين ان اللي نشر الخبر مصطفى امين، لان مصطفى امين كان لا يطيق ان تكون هناك علاقه طيبه بين الثوره وبين الوفد، لانه كان طبعا من الناس الممالئين للملك وحاجات كده. فاكرين يا عيال الصوره دي؟ كانت احلى ايام. معقوله لسه عندك الصوره دي؟ انا كنت بحبها. شفت دينا شكلها كان عامل ازاي؟ ايه ده، انا ازاي كان شكلي كده؟ مش بنشوفك ليه اونلاين؟ هتشوفوني كتير اونلاين علشان بقى عندي دي اف ام من اي ام. مش بس خدمه انترنت، دي حياه كامله هتعيشها واحلام كتير هتحققها. اوعى الدنيا تنسينا الايام الحلوه. اي ام، حياتك اونلاين.